ومعي مع الأستاذ فريد اليوم داخل ورشة الوشاح لصيانة السيارات. في البداية مساء الخير. كيف الحال مستر فريد؟ الحمد لله. كيف مستر فريد؟ في البداية دعنا نتعرف، من هو فريد؟ قبل 25 سنة أنا يجي من البلاد، شغل عند كفيل في المزرعة، وبعدين دريور شوي، وبعدين بزنس ترتيب الجراج. متى يعمل انت بزنس؟ اي سنه يعمل بزنس انت؟ تقريبا الحين 10 سنه هذا. 10 سنه اي سنه؟ يعني تقريبا نحكي 2010؟ 2010 2010. يعني نحكي انه 2010 تم تأسيس. اليوم احنا داخل ورشه الوشاح لصيانه السيارات، بتقدم خدمات كثير. ما الخدمات اللي تقدمها داخل الورشه هنا؟ في سبق سمكره، في ماكينه تبديل زيت، كله ان شاء الله موجود. يعني كله، يعني سبق سمكره، ايش يعني كمان موجود. ثاني؟ ايوه ها، كل خدمة موجودة. شو سيارة انت عامل؟ كله سيارة ولا سيارة معين؟ كله سيارة فيه. يعني تويوتا، لكزس، تويوتا، لكزس، نيسان، كله موجود. كله موجود. أيوة. في نفرات يشتغل زين وكله ترتيب ان شاء الله. هي مكان كبير، مكان كذا ان شاء الله ممكن يجي ترتيب زي المكان كبير. وين مكان جديد راح يكون ان شاء الله؟ في صناعيه ثانيه جديد. في صناعيه ثانيه يعني ان شاء الله واحد سنه اثنين سنه انت يصير صناعيه جديد. مكان زين. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم احنا يعني داخل ورشه الوشاح، يعني انت شو حاب يحكي مال اهل مال باكستان؟ من كلهم الهنا، من الامارات، الشيخ من الهنا، وايد زين كلهم، البلديه مني يصير الشغل سرعه يعني كل مكان في اي خدمه ما في يقول لا. يعني احنا اليوم موجودين داخل دوله الامارات، يعني الحمد لله امن وامان. الحمد لله. انت شو يحكي؟ شكرا شيوخ، شكرا الشيخ زايد الله يرحمه، شكرا شيوخ حاليين، شيخ سلطان، شيخ محمد، كله عشان وايد زين. أنا سكن الحين 25 سنة مشان أحب عمارات. كله بخير هني. حصل نفرات مال هني زين كله. سوي مسايدة في مشكلة. أي شيء مسايدة. سير بلدية أقول ما في مشكلة، أي شيء حاضرين. سير مني شرطة أي مكان. الحمد لله. قول لا الحمد لله. الحمد لله. أي. وشو يحكي مال يعني تسهيل اليوم أنت؟ رخصة مال مكان يعني خمس دقيقة يكون خمس دقيقة إنشاء كله خلص فينش. ما في يعني تاب سير من ما في تأخير زيادة. ما في تأخير زيادة ما شاء الله. تسهيل سير ثاني غرفة تجارية كله خلاص سرع يعني ما في جواب. ما شاء الله. شكرا كمان مرة أخرى. أنت الحين في ناس داعمينك طول مسيرتك، انت شو شكرا اهل، شكرا موظفين، شكرا نفرات داخل، انت شو يحكي شكرا؟ كل نفرات من هنا يعني وايد زين، من هنا صديق من الامارات نفرات وايد زين، سوي مساعدة اي في مشكلة اقول حاضرين يعني كله الحمد لله. انت الحين يعطي عنوان وين احنا موجودين؟ انا ورقم تلفونك. رقم تليفون 050-76-79-190 موجود في الزيت، صناعية قديم، ورشة الوشاح، رقم 4. أي ساعة الدوام؟ من أي ساعة لأي ساعة؟ الحين وقت هار من ساعة 7 ليل ساعة 12، ساعة 4 ليل ساعة 9 في الليل. ما شاء الله. وأنت في عندك خدمات يعني أنت إذا في سيارة بند برا، خربان برا، أنت يصير؟ سير من مشكلة حاضرين. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك مستر فريد.
الحين احنا ياخذ تصوير ان شاء الله كامل داخل الورشه. اوكي ان شاء الله. شكرا لك. الى هنا اعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا اليوم مع الاستاذ فريد صاحب ورشه الوشاح لصيانه السيران. شكرا لكم.